النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. المكتب التنفيذي للأهلي يعقد أول اجتماع له اليوم. الأهلي واجه الفائز من مونانا الجابوني وريال كادوغو البوركيني بأبطال أفريقيا. والفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد المكتب التنفيذي لنادي الأهلي أول اجتماعاته اليوم الأربعاء برئاسة العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة. وأكد عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي أن المكتب التنفيذي سيناقش العديد من الأمور على رأسها ملف الموظفين المنقولين تعسفيا. وكان مجلس إدارة الأهلي قد قام بتشكيل المكتب التنفيذي حيث يضم العمري فاروق رئيسا وخالد الدرندلي أمينا للصندوق وعضوية كل من رانيا علواني ومهند مجدي. أسفرت قرعة الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نادي الأهلي مع الفائز من لقاء مونانا الجابوني وريال كادوغو من بوركينا فاسو، واللذان يلتقيان في الدور التمهيدي، وذلك بعد إعفاء الأهلي من خوض منافسات هذا الدور. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من مارس المقبل، على أن تقام مباراة العودة خارج مصر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من نفس الشهر. وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إعفاء الأهلي ومازيمبي الكونغولي والوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي من خوض مباريات الدور التمهيدي للبطولة، بينما سيلتقي فريق مصر المقاصة في الدور التمهيدي مع فريق جرانانش فوت السنغالية، وستقام مباراة الذهاب في السنغال بينما مباراة العودة في مصر. وبالنسبة لمباراة البطولة الكونغالية الأفريقية الكونفدرالية الأفريقية، فقد أسفرت القرعة عن مواجهة المصري البورسعيدي لفريق جرين بافلوز الزامبي في الدور التمهيدي للبطولة، بينما ينتظر الزمالك الفائز من فريقي زيماموتو بطل زنربار مع ولايتا ديشا بطل إثيوبيا في دور 32 للبطولة. أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أنه لا توجد أزمة في موعد مباراة السوبر. وقال عبد الحفيظ أنه لا توجد لدينا أي مانع أو اعتراض لمواجهة المصري البورسعيدي في أي وقت، حتى لو كان يوم 12 من يناير المقبل بدولة الإمارات. وأضاف مدير الكرة بالأهلي أنه سيتم التغاضي عن الفارق الزمني بين لقاء السوبر ومباراة الزمالك المقرر لها يوم 8 يناير. ونبقى مع تصريحات عبد الحفيظ حيث أكد على أنه سيعقد جلسة من بدري المدير الفني للفريق لحسم كل التفاصيل الفنية الخاصة بمباراة أتلتيكو مدريد الأسبانية الودية يوم 30 ديسمبر الجاري.
كما شدد عبد الحفيظ أن الأهلي لم يقدم طلبا لتأجيل مباراة بتروجيت في الدوري المقررة يوم 29 ديسمبر حتى الآن، موضحا أن كل الأمور مطروحة حسب رؤية المدير الفني. وأتم عبد الحفيظ أنه سيتم دراسة الأمر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الفريق. كشف عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي أن مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية والتي ستقام في 30 من ديسمبر الجاري تتضمن رسالة إلى كل العالم لدعم جهود مصر تجاه السلام، وهذا الأمر يحصل النادي الأهلي على مسؤولية كبيرة بسببه. وأكد القيعي في تصريحات له اليوم: أتوقع حضور 60,000 مشجع وسيكون هناك إقبال كبير ورعاة بكثافة، وذلك بعد قرار مجلس الأهلي التبرع بكامل الدخل لصناديق شهداء مصر، وهدف النادي ساميا وكل العالم سيتابع المباراة. أضاف أيضا القيعي: هذه المباراة هدية المستشار تركي آل شيخ المسؤول عن الرياضة السعودية، وهو رجل أهلاوي جدا وصديق لمحمود الخطيب رئيس النادي. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وحرص البدري على الاجتماع باللاعبين لمدة 30 دقيقة، تحدث خلالها عن مباراة طنطا المقبلة وأهمية الفوز فيها ومواطن القوة والضعف بالفريق المنافس. ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من مباريات الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب المحلة. خاض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى ميرانا بدنيا إضافيا في الجيمنازيوم قبل انطلاق الميران الجماعي للفريق اليوم. ويخضع الثنائي لتنفيذ برنامج بدني إضافي في الجيم تحت قيادة أنيس الشعلالي مخطط الأحمال بالفريق وفقا للبرنامج والذي حدده الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. انتظم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد أن غاب عن ميران الأمس بسبب إصابته بنزلة برد. وواصل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق تدريبات التأهيلية اليوم بعد أن غاب عن التدريب أمس بسبب معاناته من الإجهاد العضلي والذي غاب بسببه عن ميران الأمس. انتظم حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء. وكان عاشور قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي أمس وفقا لبرنامج بدني حدده الجهاز الفني بقيادة البدري. يذكر أن حسام عاشور يعاني من إجهاد عضلي عام غاب بسببه عن مباراة المقاصة الأخيرة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك.
اهلا بيك يا فيروز، واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. كريم، احكي لنا عن كواليس تدريبات النهارده. زي ما بنقول استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي، مباراه الاهلي وطنطا ان شاء الله يوم الجمعه 5 مساء على ملعب المحله في الجوله 13 من بطوله الدوري العام. في البدايه طبعا محاضره الكابتن حسام البدري كان فيها شق طبعا من التاكيد على غلق المباراه الاخيره طبعا بكل ما حدث فيها، لابد طبعا الاستمرار في الانتصارات خلال الفتره القادمه، وبالاخص كمان تكون انطلاقه من مباراه الاهلي وطنطا. بعديها كمان كانت في محاضره بالفيديو كمعتاد اللي هي كابتن حسام البدري، نقاط القوه والضعف، الطريقه، التكتيك، الاسلوب، كل الامور الخاصه طبعا بفريق طنطا. تاكيد كمان على ان الفريق طبعا لابد انه يحترم احترام كامل جدا بغض النظر عن فارق الاسماء وفارق الامكانيات الكبيره وتاريخ النادي الاهلي وتاريخ طنطا، لابد من احترام المنافس. واكيد طبعا كل اللعيبه مركزه بشكل كبير في مباراه الاهلي وطنطا ان شاء الله يوم الجمعه زي ما بنقول. كالعاده طبعا كابتن حسام البدري خصص اكثر من فقره النهارده في المران، فقره كانت فيها بعض تدريبات الكره وفقره ايضا بدنيه كانت يعني استغرقت اكثر من 15 دقيقه ليها كابتن انيس الشعلالي، فيها بعض التحمل على اللاعبين لكن مش تحمل كبير لان يعني في اجهاد كبير جدا زي ما احنا عارفين بيطول عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي نظرا لتلاحم المباريات. فالمحاوله من الجهاز الفني ما يبقى في اي فرصه لراحه اي لعيب ان هو ما يشاركوش في تدريبات الجماعيه، فاكيد طبعا بتاخد اللعيبه بتاخد هذه الفرصه لان التلاحم ده بياثر بشكل كبير عن الفريق طبعا او عن اللاعبين بشكل عام في تنفيذ التكتيك، تنفيذ الاسلوب، بتبقى الامور صعبه شويه على اللاعبين. لكن كالمعتاد ده قدر النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود على هذه الامور، تلاحم المباريات ده مش اول مره يكون على النادي الاهلي، لكن ان شاء الله بنتمنى كل توفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه وتكون انطلاقه جيده من مباراه طنطا. كمان لو بتكلم على الاصابات او التاهيل، يعني اللعيبه طبعا في لعيبه كتير جدا للنادي الاهلي وصل لمراحل متقدمه في التاهيل، الشناوي طبعا على راسهم، النهارده كان تدريب منفرد بيواصل طبعا تدريبه التاهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي، وهيكون ان شاء الله جاهز في مباراه سموحه، اكد علينا طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان طبعا هيبقى صعب ان هو يكون متواجد في مباراه طنطا المحدد ليهم الجمعه يوم ان شاء الله مباراه سموحه، هيكون جاهز قال الشناوي. وطبق الرؤيه الفنيه طبعا الكابتن حسام في الدفع به او وجوده على قائمه البدلاء. علي معلول كمان النهارده كان متواجد مع الشناوي بيأدي بعض التدريبات التاهيليه، اللعيبه يمكن نقدر نقول جاهزه، في لعيبه كثيره جاهزه لكن كابتن حسام بيحاول ان هو يبقي عليهم لاخر لحظه خوفا من ان يكونوا اي اصابات في المباريات القادمه. كمان اكرم توفيق النهارده كان في تدريب منفرد ليه مع كابتن طارق عبد العزيز، ده هو عنده اجهاد عام، اكرم ما عندوش اي اصابات قويه لكن عنده اجهاد عام بشكل عام، فبيحاول ان هو ياخد بعض التدريبات الخفيفه في الجيمنيزيوم او في الجري حول الملعب. جنبيه كمان رامي ربيعه اللي بيواصل التاهيل المستمر، رامي كان بيعاني من العضله الضامه طبعا خلال الفتره الماضيه، لكن اللعيبه قررت بشكل كبير جدا من ان شاء الله ان هي تعود لمباريات النادي الاهلي وقائمه الاهلي من جديد. العوده زي ما انت قلتي طبعا حسام عاشور، بنقول الكابتن حسام كان حسام عاشور ما كانش موجود امبارح في التدريبات الجماعيه لكن هو جاهز بشكل كبير ان شاء الله يكون جاهز لمباراه طنطا، لكن الكابتن حسام البدري كان بيديله اكبر قسط من الراحه ان هو بيحاول ان هو يريحه بشكل كبير للاستفاده فيه من المباريات القادمه. بجانب كمان عماد متعب زي ما انت اكدتي طبعا، عماد كان عنده نزله برد اثرت ان هي يبقى عنده الام قويه جدا في المعده، لكن النهارده انتظم بشكل كبير وموجود النهارده في المران الجماعي. وزي ما بنقول طبعا مباراه الاهلي وطنطا هي مباراه مهمه وقويه لفريق النادي الاهلي وبيتمنى لهم كل التوفيق. غدا بمشيئه الله الساعه 12 ظهرا سيكون التدريب للنادي الاهلي على ملعب مختار التتش، من بعدها توجه اللاعبون والجهاز الفني الى المنصوره لاقامه معسكر مغلق في احد الفنادق في مدينه المنصوره، ويوم المباراه صباحا ان شاء الله سيتوجه النادي الاهلي على ملعب المحله. نعم. طيب كريم، هل كان في اي ردود افعال من الجهاز الفني بخصوص قرعه دوري ابطال افريقيا؟ طبعا يمكن كالمعتاد الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ، هو النهارده طبعا كان في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان في اكيد الحديث عن القائمه وطبعا القرعه اللي ان شاء الله اكيد بنتمنى النادي الاهلي ان يوفق في هذه البطوله. الردود طبعا هتكون بعد مباراه طنطا، الكابتن حسام طبعا فاصل بشكل كبير جدا عن القرعه ان هي بقى فيها واخده حيز من طبعا تفكير اللاعبين، وده كان تاكيد النهارده كمان من الكابتن سيد، لابد ان احنا نتخطى مباراه طنطا ثم بعد كده التركيز والحديث عن القرعه ان شاء الله. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه. اكيد كريم، احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك، كنت معايا عبر الهاتف.
وفي خبر آخر، نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية وجهاز كرة القدم وكافة إدارات النادي ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى أحمد رفعت نجم الزمالك السابق والذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض. ويتقدم مجلس الإدارة والعاملون بالنادي بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاصل قصير ونعود من جديد.